هو فنان يحمل في نفسه نغما شرقيا، وهو أيضا رحالة ينسج سحرا وحضارة أن حط رحاله. كان له من لقبه حظ كبير، فهو الشهير زرياب الذي سمي هكذا لعذوبة صوته ولون بشرته القاتم، حيث أن زرياب تعني الشحرور وهو طائر أسود اللون عذب الصوت. وعن زرياب قيثارة الموسيقى العربية، سيكون أعزائي هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. هو أبو الحسن علي ابن نافع، ولد في بغداد حاضرة الدولة الإسلامية العباسية، وكان مولده سنة 777. ينحدر من أسرة كردية فارسية، وكان أحد موالي الخليفة العباسي المهدي. كان تلميذا لإسحاق الموصلي، وفي أحد الأيام طلب الخليفة هارون الرشيد من هذا المغني أن يأتيه بمغن جديد يجيد الغناء. عندها أحضر إسحاق الموصلي زرياب ليطير الرشيد به فرحا ويعجب بفنه أعجابا كثيرا. هذا الأمر جعل إسحاق الموصلي يحسد تلميذه، حيث داخله الحقد عليه ليهدده آنذاك ويخيره بين الخروج من بغداد أو القتل. قرر زرياب أن يغادر بغداد، فتوجه إلى بلاد الشام ثم إلى شمال إفريقيا، وأقام ردحا من الزمن في بلاط بني الأغلب في القيروان، إلا أنه واجه معارضة في القيروان من قبل العلماء الذين خافوا أن تنتشر الموسيقى في المدينة. وهكذا كانت قرطبة وجهته الموالية، حيث بعث خطابا لأميرها الحكم بن هشام فرحب به واستدعاه وأرسل على باب قرطبة أرفع الوزراء لاستقباله، إلا أن القدر شاء أن يتوفى الحكم بن هشام قبل وصول زرياب. خلفه ابنه عبد الرحمن الثاني الذي أعجب بزرياب كثيرا واستعذب ألحانه، فقربه منه وجعله مؤنسا له. هكذا تربع زرياب على عرش الموسيقى في الشرق والغرب، وكان له السبق في إنشاء أول مدرسة للموسيقى في أوروبا. حاز زرياب كثيرا من المعارف العلمية الراقية، حيث تنوعت ثقافته بين المنطق والحساب والهندسة وعلم الفلك والذوق الرفيع، ويقال أنه هو الذي ابتكر فن الذوق العام الذي يسمى اليوم بالإتيكيت. توفي هذا الفنان الراقي سنة 857 ميلاديا، أي عندما كان في 68 من عمره، وقد كانت وفاته بعدما أنار الأندلس بحضارة الموسيقى الراقية. وإلى اليوم لا يخلو شارع في غرناطة أو قرطبة أو إشبيلية من لافتة كتب عليها اسم زرياب. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.